أقرب نجم لينا اللي هو بروكسيما سنتوري بيبعد عننا حوالي 4 سنين ضوئية أو حوالي 40 تريليون كيلومتر. وأسرع مركبة فضائية تم تصميمها في تاريخ البشرية هي مسبار باركر الشمس الموجود حاليا في الفضاء، واللي بتوصل سرعته القصوى ل 700 ألف كيلومتر في الساعة، يعني يقدر يسافر من اسكندرية للأقصر في أقل من 5 ثواني فقط. أو تخيل بقى أن مسبار باركر الشمس ده بكل سرعته الجبارة دي علشان يقدر يسافر لأقرب نظام شمس لينا اللي هو ألفا سنتوري هيحتاج حوالي 6633 سنة كاملين. والحقيقة أن البشر على مر العصور وهم عندهم حلم مشترك، وهي كسر حدود الفضاء والسفر بين النجوم. وأشهر مقولة بتوضح ده كانت لرسام فان جوخ لما قال: أريد السفر عبر النجوم ولكن هذا البائس جسدي يعيقني. وعلشان ده يحصل فهنحتاج أننا نسافر بسرعة أكبر بكتير من سرعة الضوء، وده بحد ذاته يعد خرق وانتهاك للقوانين الفيزيائية اللي بتحكم الكون، وتحديدا لحد السرعة القصوى في الكون اللي هي سرعة الضوء، واللي توصله أينشتاين في نظرية النسبية الخاصة وبتساوي 300 ألف كيلومتر في الثانية. والسفر بين النجوم كان مصدر قلق حقيقي لأينشتاين، ولكنه ادالنا بصيص نظري من الأمل، وده لما قال إن ممكن رياضيا نقدر نشوه نسيج الزمكان اللي بيتكون منه الفضاء كله. ومن هنا ظهر لنا مفهوم الورب درايف أو محرك الاعوجاج أو الانحناء اللي هيمكننا من السفر بسرعة أكبر من سرعة الضوء نفسه وإحنا في مكاننا. والحقيقة أن فكرة المحرك ده كانت مجرد خيال طموح حبتين، لحد لما مؤخرا اتنشر ورقتين علميتين اتأكد فيهم أن فكرة محرك الانحناء ده مش مجرد خيال علمي، ولكنه ممكن يكون قابل للتطبيق في المستقبل. تعال بقى معايا النهاردة أخدك في رحلة ممتعة هنتجاوز فيها واحد من حدود ومحرمات الفيزياء، وهنتخطى بها سرعة الضوء نفسه. ولكن قبل ما ندخل في الموضوع، لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة، وتدوس على الجرس وتفعل كل الاشعارات علشان تشوف الفيديوهات الجديدة. ولو حابب تدعم المحتوى اللي بقدمه دوس على زرار السوبر ثانكس اللي على شكل قلب تحت الفيديو، وياريت تعمل شير ولايك للفيديو علشان ده يوصله لعدد اكبر من الناس وتستفيد منه ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، انا عماد عصام وده موضوع جديد من العلم بالملعقة. القصة بدأت سنة 1915 لما نشر ألبرت أينشتاين أوراقه البحثية عن نظرية النسبية العامة واللي فسرت طبيعة عمل الجاذبية، وقال فيها أن نسيج الزمان والمكان أو نسيج الزمكان قابل للتغيير وديناميكي وأنه ممكن يتشوه. وبعد 15 سنة من ظهور النسبية العامة تم طرح فكرة محرك الانحناء أو الاعوجاج ده بهدف دفع البشرية في رحلتها الأولى بين النجوم. ومن وقتها بدأ مؤلفين الخيال العلمي يستخدموا فكرة محرك الانحناء، بداية من إصدار سلسلة القصص المصورة Amazing Stories، واللي بيتكلم فيها المؤلف جون كامبل عن زيادة حد السرعة الكونية من خلال تقويس نسيج الفضاء علشان يبقى منحني الشكل. ومن وقتها الفكرة انتشرت، وفي الستينات ظهرت السفينة الفضائية اللي بتتحرك بمحرك الانحناء في المسلسل الأمريكي الشهير Star Trek، وكانت مصدر إلهام لأول حل حقيقي لمجال الانحناء ضمن معادلات حقل ومجال أينشتاين في النسبية العامة. ولغاية الوقت ده كانت فكرة المحرك اللي هيقدر يتخطى سرعة الضوء مجرد خيال علمي مش أكتر، لحد لما جه عالم الفيزياء المكسيكي وأحد عشاق مسلسل ستار تريك ميجويل ألكوبيير، وينشر بحث باسم ألكوبيير وورب فيلد أو حقل ألكوبيير للانحناء. واحد هيقولي استنى بس يا عمدة، قبل ما تتكلم وتشرح لنا فكرة المحرك ده، هو فعلا الكلام ده حقيقي ولا مجرد خيال إننا نسافر بسرعة أسرع من الضوء؟ وهنا بيجي الرد من وكالة ناسا إننا نقدر نعمل ده بالفعل، وإن ده ما يعتبرش خرق القانون سرعة الضوء اللي هو حد من الحدود الكونية اللي لا يمكن لأي شيء يتخطاها. وده لأن حد سرعة الضوء ده بينطبق على الأجسام والكتل والطاقة والمعلومات اللي بتتنقل في الفضاء، ولكنه لا ينطبق على النسيج اللي بتكون منه الفضاء نفسه اللي هو الزمكان. وخلينا أفكرك إن ده نفس اللي حصل في بداية ميلاد الكون في مرحلة الإنفليشن أو التضخم، لما الكون حجمه تضخم وتوسع بسرعة أعلى من سرعة الضوء. وده لأن نسيج الزمكان نفسه هو اللي تمدد بالسرعة دي، واللي ما بينطبقش عليه حد سرعة الضوء بل ممكن يتخطاها عادي جدا. ده غير كمان أن عند أفق الحدث الخاص بالثقوب السوداء فالمعلومات بتدخل جواه بسرعة تفوق سرعة الضوء، بدليل أن الضوء نفسه بمجرد دخوله لحدود الثقب الأسود اللي هي منطقة أفق الحدث ما بيقدرش يهرب من جاذبيته العملاقة وبيبتلعه بالكامل. وخد مثال كمان على ده، التوسع الكوني اللي بيخلي المجرات البعيدة عننا تبتعد بسرعة أكبر من سرعة الضوء، وده لأن نسيج الزمكان نفسه هو اللي بيتمدد بالسرعة دي وهي بتبتعد عننا معاه. ومن هنا بقى تيجي فكرة الورب درايف أو محرك الانحناء، واللي عملت عنه حلقة كاملة قبل كده، هسيبلك اللينك بتاعها تحت الفيديو في الديسكريبشن. ولكن خلينا اديلك فكرة سريعة عنه.
بص يا سيدي، المحرك ده بيقدر يسرع بقعة من الفضاء بالنسبة لمحيطها، والأجسام الموجودة داخل البقعة دي هتمشي وتتحرك من غير ما تحس بأي حاجة، يعني وكأنها ثابتة في مكانها، وده لأن التسارع ثابت، وده اللي المفروض إن محرك الكوبير هيعمله، وكل ده عن طريق هندسة نسيج الزمكان وحل معادلات أينشتاين. المحرك ده صديقي هتلعب بنسيج الزمكان المحيط بمركبة الفضاء، يعني هيخليها توسع وراها وينكمش قدامها، يتوسع وراها وينكمش قدامها، والمساحة اللي ورا المركبة دي هتفضل تتوسع، واللي قدامها هتفضل تنكمش وتصغر، يعني كأنك بتلم حاجة وترميها وراك، ولما الحاجة دي تتوسع وراك هتزقك لقدام، وده هيؤدي لدفع وسحب المركبة الفضائية بحرية في الفضاء، يعني انت هتمشي في الفضاء من خلال تشويهه. طيب ازاي بقى عمده هنقدر نتلاعب بنسيج الفضاء؟ بص يا صديقي، اينشتاين قال اننا نقدر نشوه نسيج الزمكان من خلال الطاقه، ولو انت بتحيط نفسك بفقاعه من الطاقه فوقتها هتقدر تقلص المساحه اللي قدامك وتوسعها وراك، ونتيجه لده فالاماكن اللي انت عايز تروح لها هي اللي هتقرب منك مش العكس، وانت مش هتتحرك اصلا. وده هيودينا لسؤال، هي ايه فقاعه الطاقه دي ونجيبها منين؟ بص يا سيدي، محدش قبل كده بنى محرك انتقال فعلي بالفكرة دي، وزي ما قلت سابقا معادلات الانحناء هي حل المعادلات اينشتاين وممكنة رياضيا، ولكن مش معنى انها ممكنة رياضيا انها تكون ممكنة ماديا بالتقنيات الحالية، واللي بتقوله لنا معادلات اينشتاين ان توزيع معين للطاقة والكتلة هيخلق لنا نسيج زمكان منحني، والعكس صحيح، لو حطيت نسيج زمكان منحني هنحصل على طاقة وكتلة، وتوزيعات الطاقة والكتلة دي لخلق مجال منحني غير ممكنة ماديا، لأن علشان نعمل محرك انحناء انتقالي محتاجين واحدة من ثلاث حاجات غريبة مش موجودة حتى الآن، يا إما حاجة ليها نيجاتيف انرجي أو طاقة سالبة، أو حاجات بتتصرف عكس الجاذبية بالظبط، أو حاجات بتمشي بأسرع من سرعة الضوء، وأصعب حاجة في الثلاثة دول هي الطاقة السالبة، وده مش علشان إحنا مشوفناهاش قبل كده، إنما علشان بتخلي الفراغ غير مستقر. تخيل معانا لو الطاقة السالبة موجودة، فوقتها هنقدر نصنع كمية جسيمات الطاقة السالبة والموجبة من ولا حاجة وبأعداد لا حصر لها، وده هيدمر كل حاجة موجودة في الكون، يعني لو الطاقة السالبة موجودة فاحنا أصلا ما كناش هنبقى موجودين. وده هيودينا للاقتراح التاني، واللي بيقول أننا نقدر نصنع نسيج زمكان ملتوي، بس ده عن طريق حاجات بتتصرف عكس الجاذبية زي الطاقة المظلمة على سبيل المثال، وده لأنها الشيء الوحيد المعروف لنا في الكون اللي بيتصرف عكس الجاذبية بالظبط، ولكننا ما زلنا نجهل ماهية الطاقة دي تماما، فهنقدر نستخدمها ازاي. والحاجة التانية هي حقل التضخم اللي حصل في بداية الكون ومشي بسرعة أكبر من سرعة الضوء من خلال نسيج الزمكان، رغم أننا مش متأكدين من إمكانية وجودهم، ولكنهم على الأقل مش بيدمروا الكون بتاعنا. وده هيودينا لتالت اقتراح، وعلى الرغم من أننا عارفين أنه مستحيل نمشي بسرعة أكبر من سرعة الضوء، بس هل ده معناه أننا مش هنعرف نخترق حواجز النجوم والمجرات بسرعتنا؟ شوف يا صديقي، في شهر مارس من سنة 2022 نشر العالم إريك لينتس في مجلة الجاذبية الكمية والكلاسيكية، وقال انه لقى حل جديد لمحركات الانحناء، وان الحل ده مش محتاج لطاقة سالبة، وده علشان كمية الطاقة السالبة اللي قال عنها الكوبير المطلوبة لتشغيل المحرك تعادل طاقة بحجم كوكب المشتري، وده مستحيل انتاجه علشان سفينة صغيرة تقدر انها تسافر بين النجوم. بس العلماء ما استسلموش من البحث، وطلع لينا مجموعة من العلماء بشوية افكار معدلة علشان نخلق كمية الطاقة السالبة دي، وده عن طريق استخدام شوية مبادئ من ميكانيكا الكم زي تجربة كازيمير افكت او تأثير كازيمير، وانا كنت عملت عنها حلقة كاملة قبل كده عن كيفية انتاج الطاقة السالبة من خلال التجربة دي، هسيب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، ولكن خلينا اديلك فكرة سريعة عنها. ببساطة صديق، التجربة دي بتقول انك لو جبت لوحين رفيعين جدا وقربتهم من بعض وحطيت اللوحين دول في الفراغ، فمن المنطقي ان ما يكونش فيه اي حاجة بتتفاعل معاهم، ولكن في الواقع اللي بيحصل انهم بيبدأوا يتأثروا بالضغط من خلال قوانين ميكانيكا الكم، وده تحديدا من مفهوم التقلبات الكمية اللي بتحصل في المجال الكمي واللي بتنشئ جسيمات افتراضية وبتختفي تاني. بس الشيء اللي حصل معانا هنا ان التقلبات الكمية اللي حصلت خارج اللوحين كانت كتيرة، ولكن جوه اللوحين وبينهم كانت قليلة جدا، وده أدى لتغيير كبير في التقلبات الكمية وعمل لنا كمية صغيرة من الجسيمات الافتراضية داخل اللوحين، وبسبب ده حصل ضغط أكبر على اللوحين من الخارج وقربوا من بعض لحد ما لزقوا في بعض بسبب وجود جسيمات افتراضية بره الألواح أكتر من اللي جواه. وعلى الرغم أنه يبان شيء غير منطقي، إلا أن التجربة دي تم اختبارها أكتر من مرة، والعلماء بيسموه الطاقة السالبة لتأثير كازيمير، ومن وقتها بعض العلماء اعتقدوا بإمكانية وجود طاقة سالبة اللي هتمكننا بطريقة ما من استخدامها في محركات الانحناء في سفينة الكوبير. وده الحقيقة اقتراح جميل، ولكن محدش عارف يبدأ منين أو يعمل ده ازاي،
وعلى الرغم من توافق فكرة محرك الكوبيير مع معادلات أينشتاين في النسبية العامة، إلا إنها بتواجه مجموعة من المشاكل الفيزيائية بتخلي إمكانية تحقيقها شبه مستحيل. أولها علشان إننا نعمل الورب بابل اللي هتكون محيطة بمركبة الفضاء واللي هتزق المركبة وتحركها بسرعة أكبر من سرعة الضوء، فلازم نستخدم كمية هائلة من الإكزوتيك ماتر أو المادة الغريبة اللي طاقتها سالبة، وده شيء ما تمش إثبات وجوده في الطبيعة. وبعض التقديرات بتقول إن كمية المادة الغريبة المطلوبة بتزيد عن كتلة مجرة كاملة. وحتى لو تم افتراض وجود المادة دي، فإننا نحطها في شكل حلقات رقيقة حوالين فقاعة الانحناء، ده شيء بيتطلب دقة وسرعة كبيرة جدا، واللي من الممكن إنه يخالف قوانين الديناميكا الحرارية. وحتى لو بنينا الفقاعة والمركبة فهيتعرضوا لآثار غير مألوفة، زي التأثيرات الكمية والانفجارات المغناطيسية والإشعاعات المدمرة، واللي ممكن تدمر السفينة وركبها في ثواني. ولو كنا قادرين نعمل كل ده وصلنا لوجهتنا، فوصلنا بحد ذاته هيطلق كمية طاقة متراكمة خلال السفر كافية انها تدمر وجهتنا والفضاء اللي حواليها. والمشكلة الاكبر من كل ده هو اننا لو جينا وبصينا بشكل دقيق اكتر، هنلاقي ان علشان الفقاعة والانحناء يكونوا مستقرين، فهنحتاج نبني سفينة سمك جدارها اصغر من طول بلانك، وده يعتبر اصغر مقياس للطول في الفضاء وواحد من الحدود الفيزيائية اللي لا يمكن كسرها في الكون. ولكن لو افترضنا جدلا اننا نقدر نعمل ده، فده هيكون معناه ان اي اضطراب صغير ممكن يدمر الفقاعة دي بمنتهى السهولة. ده غير ان السفر بسرعة تفوق سرعة الضوء هيتسبب في حدوث خرق للسببية، اللي هي المبدأ اللي بيقول ان السبب لازم يسبق النتيجة، وده هيودينا لتناقضات منطقية او حتى امكانية التأثير في الماضي، زي حدوث اضطراب شبه كلاسيكي، وهو عملية توليد جسيمات من الفراغ بسبب التأثيرات الكمية واللي بدورها هتعمل تشويه للزمكان. وكل ده كوم، والمشاكل الفلسفية كوم تاني، لاننا بغض النظر عن المشاكل اللي قلناها هتعترضنا كمان شوية مشاكل فلسفية، زي هل احنا من حقنا استخدام مادة عجيبة ليها طاقة سالبة علشان نحقق رغبتنا في السفر بين النجوم؟ وهل احنا مستعدين نتحمل المخاطر والآثار اللي ممكن تحصل من خلال استخدام محرك الكوبيير؟ هل احنا مسؤولين عن التأثيرات التخريبية على الأماكن اللي هنزورها؟ وهل هنفضل نفس الأشخاص بعد السفر بسرعة تفوق سرعة الضوء؟ هل ممكن نتعامل مع التغييرات في الزمان والمكان والثقافة والتاريخ؟ هل هنقدر نتواصل مع شخصياتنا في المستقبل أو الماضي؟ وإيه مصدر شغفنا في السفر بسرعة تفوق سرعة الضوء؟ هل إحنا بندور على المعرفة أو المغامرة ولا الهروب من عالمنا؟ هل إحنا بكده بنحترم حدود الطبيعة ولا بنحاول نتجاوزها؟ اللي أقدر أقوله إن محرك الكوبيير هو فكرة جذابة ومثيرة للخيال بلا شك، بس هتظل غير واقعية وغير ممكنة بالتقنيات الحالية بسبب المشاكل الفيزيائية والفلسفية اللي بتواجهها. ويمكن يكون السفر بسرعة تفوق سرعة الضوء حلم ما نقدرش نحققه، أو يمكن يكون في طرق تانية لتحقيقه من غير حاجتنا المحرك الانحناء. ولكن في كل الحالات، ففكرة محرك الكوبيير بتفضل إسهام نظري في علم الفيزياء وإثارة كبيرة في عالم الخيال العلمي. وممكن يوما ما في المستقبل نقدر مع العلم والتقدم التكنولوجي نحقق المستحيل، لأن اللي كان مستحيل زمان أصبح واقع الآن، وبالتالي فالمستحيل الآن يمكن تحقيقه في المستقبل. هستنى أعرف رأيك في موضوع الحلقة في التعليقات، ولو حابب تدعم المحتوى اللي بقدمه دوس على زرار السوبر ثانكس اللي على شكل قلب تحت الفيديو. ولو انت مهتم بالعلوم بشكل عام وبالفيزياء والفلك بشكل خاص، ما تنساش تشترك في القناة علشان تتابع المواضيع الجديدة، وكمان اشترك في قناتي التانية غموض بلا حدود اللي بقدم فيها محتوى شيق ومختلف. هسيب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، واشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد ان شاء الله.